إذا متابعي قناة شعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة البغاز. كيف ما قريتو خطير بزاف هادشي. ثلاثي نيت سرقت ليه سيارته من نوع فيات أونو فولكس فاجن، والأكثر من شهر هو كيقلب عليها ومازال ما لقاها. دولي رزقي وبغيت سيارتي ترجع لي إن شاء الله. هذا أملنا كاملين متابعي الأوفياء بعد هذا البث المباشر. كنتمنى أنه اللي شاف هذه السيارة هذه في أي مكان، سواء مدينة طنجة سواء النواحي، والمرقمة تحت 555-06-1. فكنتمنى متابعينا الاوفياء انه اللي شاف هاد الماتريكول هادي 55 555 06 1 في اي مدينه يتصل بهذا الرقم ديالو اللي كاين في الشاشه 06 77 57 01 68. بقاو معنا متابعي الاوفياء نعرفوا التفاصيل ديال هاد السرقه هادي، كيفاش تمت وفوقاش واين وشنو الاجراءات اللي دار صاحب السياره. بقاو معنا. واخا العزيز ديالي، السيارة فوقاش تسرقات ليك؟ تسرقات النهار ديال الأربعاء. شحال في الشهر فوقاش؟ شحال المدة دازت؟ هادي شهر باش دازت دابا المدة عليها، شهر في رمضان. شهر باش تسرقات لك السيارة؟ شهر. شهر رمضان. كيفاش، فين كانت؟ عند من كانت؟ شكون كيسوقها؟ كان عند النسيب ديالي والخاوة ديالي كيمشيو يخدمو تما، كيحكو الرخام من قدام باب الفيلا. مع 12 ونص ديال النهار. فين؟ في المجاهدين، ما بين تريا اطلس ومقابر المجاهدين. واخا هاد السياره هادي شمن النوع؟ النوع جولف جوج، فولكس فاجن جولف جوج. ماتريكول 555-06-1. واخا هاد السياره هادي فاش تسرقت ما كانوش شي كاميرات، شي حاجه اللي تعاون تلقاها؟ الفيلات اللي كاينين تما ما فيهمش الكاميرات، ولكن الشوارع فيهم الكاميرا. كاين الشوارع تما اللي فيهم الكاميرا. بالنسبه للشوارع شتي ولا ما؟ مشينا لعندهم ما كاين بدون جدول، على اساس كيقول لي ما عنديش الكود، ما عنديش هادي، ما كاينش مول الدار. خصك تحاول تمشي تاخذ معك الشرطه. الشرطه مشينا لعندهم، هذا الملف منزل عندهم شهر دابا هذه. حنا مازال كنمشيو يوميا، كنمشيو لتما. شنو الاجراءات اللي عملتي من غير الشكايه ديال الشرطه؟ درنا المحضر ديكلاراسيون وصافي، الشيء اللي درنا. واخا ما شكيتيش في شي واحد يكون داها؟ ما نعرف العلم ولا دابا اللي كان تمايا، ما كانوا شي دراري تما كيجيو يومين الاثنين والثلاثه، كانوا كيجيو على واحد سراحه الغلم من تما. ما نعرف فاش سرقت، ما بانت لا سراحه الغلم لا هما. يعني يقدروا يكونوا ما بحال والو، ما نعرف. حنا بغينا الشرطه يجمعوا هذا الشيء هذا. قلت المعطيات البوليس؟ قلت هذه المعطيات. واخا بالنسبه للسياره، واش بقاو فيها الوراقي؟ الوراقي عندك؟ بقى فيها الوراق، البيرمي، كارت غريز، راسورانس والضريبه. كلشي بقى فيها؟ كلشي بقى فيها، الدري خلاهم فيها ودخل. والعلم السوارت كيبقى يخليهم في الصاله تما، منزلين كيطلع يخدم في الدوزيه. بالسوارت حتى السوارت مشاو؟ لا السوارت ما مشاوش، خلاهم له. يعني حنا كنقولوا على اللي كاين وصافي. واخا انت فاش كتخدم؟ انا كنخدم في المرمور حكام. شحال من سنه وانت خدام باش جمعتي فلوس ديال الطموح؟ وهادي تقريبا دابا قول شي 20 سنه. 20 سنه باش جمعتي فلوس ديال الطموح؟ راك عارف كتجمع شويه شويه، وكاريين ثلاثه عندي جوج العواول. وفي سبيل الله هذا ما كان. اليوم خوتك المغاربه كيسمعوه، طبعا سمعوه ماتريكول ديال هاد السياره والرقم ديالك هو قدامهم، شنو تقدر تقول لهم؟ كنطلب خوتي المغاربه كاملين المشاهدين اللي شاف هاد السياره هذه يتصل بهذاك النمره على الشاشه، الله يرحم الوالدين جزاهم الله خيرا، فيما شافوها برا لداخل فيما كان. في نظرك هاد الطوموبيل اللي تقدر تباعات تباعات خرجت من طنجه؟ ما نقدرش، انا ما نظنش، هذه تقدر تكون باقا في الكراج، هذه ما قدر ما تباعات ما والو. انا مشيت سولت في الاشغال، بقى في السميه ديالي. ولكن يقدر يكونوا باعوها في اسلاق دار الله؟ هذا الشيء هذا محتمل يمكن، ولكن ما نظنش انا باش هذا كيكونوا بريفوسور اللي كيسرقوها من المنار، كيسرقوها من باركي دموغا هنا كتقيل يوميا. ما هذه جات من الاثنين الثلاثه خدمنا تما، الاربعه داو مع 12 دينار. ما كنظنش انا باللي. شنو الاحساس ديالك فاش سمعتي ان الطوموبيل ديالك تسرقات؟ ايوا حنا الاحساس ديالنا كلشي لله، حنا دابا خلينا الامور ديالنا لله، هو اللي غادي ياخذنا الحق ديالنا. بقى فيك الحال؟ بقى فينا الحال بزاف. كنتمناو من الشرطه دير خدمتها ويخرجوا يديروا المعاينه ديالهم ويديروا المسائل ديالهم كامله على اسم الموجه. واخا الرساله للمسؤولين شنو تقدر تقول لهم؟ والمسؤولين كنقول لهم ديروا خدمتهم، اي مواطن جاك الا وكيكون مقهور. هذه دابا السياره هذه طايحه عليا ب 4 مليون ونص، وانا كنصلح فيها كلشي، بدلت لها جديد، وانا كنمشي شهر ما كاين حتى شي حاجه. واخا
المغاربه شنو تقولوا في حاله ما الا شافوها في شي بلاصه؟ المغاربه كنطلب منهم الا شافوا هاد السياره في شي بلاصه ولا هذه يتصلوا بالشرطه ولا يتصلوا بالنمره ديالي. ذكرنا الماتريكول. الماتريكول 55 555 0 6001. الرقم ديالي؟ الرقم ديالي 06 77 57 01 68. شكرا جزيلا بارك الله. إذا متابعي قناة الشعب قناة شوف تيفي، شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا البث المباشر. كيف ما سمعتوا بكل تأثر السيد راه ماشي سهل أنه تمشي له 4 مليون زائد، كيف ما قال لكم راه سبق له خسر عليها، سبق له صلحها 20 سنة وفي مدينة طنجة كيخدم باش قدر أنه يحقق هذا الهدف هذا اللي هاد السيارة هذه ماشي شي سيارة اللي عيتبها بها ولا عيتسالى بها، وإنما فقط تنقل بها للعمل ديالو مع كامل الأسف. كيف ما كنقول دائما أنا بردي الكتف طولوا يديهم وداوها ليه. كنتمنى الله يجازيكم بخير نتوما كمغاربة أنه تبارطاجوا هذا البث المباشر في كل أنحاء المغرب لعل وعسى أنه تبان في شي قنت، تبان في شي باركي، تبان في شي حي، والحق ديال هاد السيد هذا يتخاد وترجع له سيارته، حتى إذا ما رجعتلوش السيارة ديالو يتعاقبوا المجرمين والسارقين. للتذكير متابعي الاوفياء ماتريكول ديال السياره 555 06001، الرقم ديال السيد 0677 57 01 68. متابعي الاوفياء على امل لقاء بكم ان شاء الله في بث مباشره اخرى، الى اللقاء.